لقيتو غاديين مسعود 42 46 107 125 لانهم ما عمرهم حصلوا عليهم شي حاجه حقيقيه. مارسيو المسؤوليه في الجماعات، مارسيو المسؤوليه في الحكومه، مارسيو المسؤوليه في الرئاسات. لو كان لو تتابعت الفضائح عليكم لا نفض الناس يده منكم، شافوكم عرفوكم ناس معتدلين، الحمد لله لم تتورطوا في اي شيء. بعض الشباب مع الاسف الشديد شو تيقولوا الكلام غير في الفيسبوك، دراري صغار متابعون على الثقه الكامله في القضاء انه سيؤاخذهم بالضبط بمقدار ما يستحقون ليس اكثر. بلادنا طبعا فينا بعض الاشخاص يعني رجليهم خارجين من الشوارع، تعيات تهضر معهم، تعيات تشرح لهم، تعيات تقول لهم، كيضروا بالمنصات. الخصوم ديالكم الاخوان راه ما تيقولوش عليكم انكم ما كتاخذوش الجوازات، الخصوم ديالكم تيقولوا بلي انتم عندكم مشروع ضد الدولة وضد الملكية وضد المجتمع وضد الحريات وضد، وتيقولوا بلي راه الناس راهما دايرين يعني دوبل جو تقية وأدوار مفرقة. اللي كيعطيهم مبرر لهذا الكلام حرام عليهم. هذاك السيد تاتي راه عياني بكل صراحة، خاصو يسكت. واش معقول انا كنحاول مع السي عزة تنوش باش يجي للحكومة وباش تكون الحكومة وهو اللي تيجبدو بهذيك الطريقة؟ راه غنكون مضطر في الاخر نمشي مع الاقصى، يعني درنا معاه كل شيء وقفنا الانتخابات ديال 2015 2016 صمت هو كيفيه والو حتى حاجة ما غتقربي. اسمحوا لي يا الاخوان خصكم تحملوا مسؤوليتكم، ماشي تظنوا بلي كل شيء ديالكم مزيان وكلكم مزيانين. وراه اللي ما كانش قادر يوقف الاختلالات اللي عنده في الداخل ما يلومش راسو الا جاتو الضربات من الخارج. وخصوصا ان الكلام في عمره ما يتقال. غدا السياسه تيكون مسؤول مع عزيز اخروش شنو جا يتلاقاه ويهضر معاه ويسلم. وحنا واش الشعب ذاك ما نعرفوش؟ راجل طيب ولد من الناس، تعاملنا معاه خمس سنين في كامل الانسجام في الحكومه، مره واحده اللي وقع بينا الدرس والتفاهم. حتى انا بغى الانسان يعبر على شي راي، ما كاينش الادب والصور. اسمحوا لي يا الاخوان، واش عمر شي واحد كيخطب من شي واحد والدراري ديالو كيضربوا الدار ديالو؟